مساء الخير، رحب بحضراتكم. وانا في الدقائق القليله اللي جايه هحاول ندي بعض النصايح اللي تخص ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم في المرضى بتوعنا المصريين. اول حاجه احنا بندي نصايح للمرضى او عموما لعامه الشعب ان هم يبتدوا يقيسوا الضغط عند سن 35 او 40 للرجاله وال 45 السيدات. نبتدي نقيس الضغط بصفة يعني دولية كل 3 شهور أو كل 6 شهور عشان نعرف احنا فين بالظبط، لأنه ممكن الضغط يبتدي من غير أي أعراض في الأول خالص، حتى مجرد الصداع اللي بيحصل مع بدايات الضغط ممكن ما يحصلش عند بعض الناس. فقياس الضغط في الناس دولت من الأول نقدر نشخص بدري ونقدر نبتدي العلاج بدري لو كنا محتاجين العلاج. للناس اللي هم مرضى فعلا ضغط الدم دول محتاجين طبعا يحافظوا جدا على اللايف ستايل او يعني الطرق يعني الوقايه اللي هي من غير استخدام الادويه، اللي هي بتتلخص في ان احنا نقلل الملح في الاكل، نمارس الرياضه نص ساعه يوميا على الاقل 5 ايام في الاسبوع، نعتمد على الاكل اللي هو بيعتمد على الخضروات والفواكه اكتر، نقلل طبعا يعني السجاير طبعا دي مهمة قوي ان احنا نوقفها. كمان الجزء المهم دلوقتي ان احنا نهتم بان احنا ناخد مواد فيها بوتاسيوم اكتر، ده كل الحاجات ديت بتساعد على تقليل الضغط مع تقليل الوزن. كل الحاجات دي بتساعد على تقليل الضغط بنسب تتراوح ما بين يعني 3 ملي لحد يمكن 10 او 15 ملي، وده بيساعد انه نقلل عدد الادوية اللي احنا بنستخدمها. الادوية برضو لازم تتاخد في المواعيد الثابتة بتاعتها، ونعرف اذا كان الدواء ده بيغطي ال 24 ساعة او ما بيغطيش ال 24 ساعة. لو ما بيغطيش ال 24 ساعة لازم نبقى عارفين من الطبيب بتاعنا ان الدواء ده هيتاخد اكتر من مرة في اليوم، مرتين مثلا لو كان بيشتغل لمدة 12 ساعة. الادوية تتاخد دايما في مواعيدها الثابتة، لو بناخدها الصبح هتبقى الصبح، ناخدها بالليل هتبقى بالليل. كل دي نصايح مهمة لمرضى الضغط علشان نقدر نحافظ على الضغط بتاعنا. لكن النصيحة الأهم في كل القصة ديت ان احنا نحاول نغير اسلوب حياتنا بالرياضة وتقليل الملح وتنقيس الوزن وتقليل في المواد الدهنية في الأكل وزيادة نسبة البوتاسيوم. أشكركم ونرجو للجميع صحة جيدة.